ضيفي يضيف حضراتكم السيد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركه مياه القاهره العضو المنتدب للشركه. لما تبقى حضرتك اي حضرتك اي حد لما تبقى انت في منصب زي ده انك انت المسؤول عن ان القاهره اللي على الورق بيقولوا القاهره فيها 12 مليون وبيخش لها من الاقاليم والحداد 2 3 مليون وبيرجعوا تاني، انا بقول القاهره فيها فوق اكتر من 20 مليون، ما علينا من الرقم. لما تبقى مسؤول عنك انت الناس ديت تبقى الميه عايز يوصل له ميه كل يوم في بيته في الحنفيه، يفتح الحنفيه يلاقي ميه، دي مسؤوليه كبيره جدا. لما انت تبقى مسؤول امام الله وامام الناس انك توفر هذه الخدمه، وبعدين لما تبقى انت شايف بعينيك انك انت بتطلع 6 مليون و500 الف متر مكعب كل يوم بتطلعهم، فتكتشف ان منهم 2 مليون متر مكعب بيهدروا على غسيل العربيات وعلى رش الشوارع، وانت عارف ان المتر ده بيكلفك انت شاب ايه والميه بتتاخد من النيل والمعالجات والكلام ده كله. لما تبقى انت حضرتك عارف ازمه الميه وتبقى انت المسؤول عن هذا الكلام وتعرف الازمه بقت حقيقيه قد ايه ومحطات الميه تعمل قد ايه ومسؤول النهارده عمالين المحافظه عماله تدي بيدوا تراخيص بنا لما بقى البنا قرب يلحم ما بين القاهره لغايه البحر الاحمر او عند العين السخنه والكلام ده كله، وعندك الحته العب بتاعت الجمع ده كله مشاكل لان اللي لهم ينفذوا تاني الحته اللي بتنفذ دي يمكن تابع حته تانيه والكلام ده كله ما كانش عندهم ضمير، فالخط الميه الرئيسي اللي هي الماسوره يمشي فيها راجل بايظ ولازم يتغير. وبنتكلم هنا عشان نعمل الكلام ده كامل حوالي 600 مليون جنيه في الوقت اللي احنا ما فيش ما تبقى انت مسؤول عشان تعمل ده. انا بالتالي ما بتنامش الليل، واحد من اللي ما بيناموش الليل في مصر المهندس مصطفى الشيمي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. باشمهندس انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، انما هي المساله في الاول وفي الاخر هي سلوكيات وثقافه، سلوكياتنا في الاستخدام وثقافتنا في الاستخدام نحن نتعامل، وبالذات في حكايه الميه احنا عندنا قناعه من النيل عمل لنا القناعه دي ان النيل كتير ده اللي ضخم ده كله اللي جاي ده كده ومفيش حاجه ميه ورا ميه ورا ميه ما بتعملش، يبقى احنا نطرطش على كيفنا ونبلبط على كيفنا ونعك على كيفنا ومحدش بيقول لنا لا والكلام ده كله. عايز حضرتك تاخد لنا مرحله، بس انت حضرتك بتاخد من النيل عشان تسقينا، المساله بتمر بمراحل ازاي؟ وشويه الميه اللي انا بفتحهم في الحنفيه دي مر على كم مرحله ومكلفين قد ايه ومعاملين قد ايه وناخدهم ازاي؟ وايه الحكايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بشكر حضرتك على اللقاء وبزكي كلام حضرتك في الأول بلا رياء، لأن أحد عناصر الأزمة الثقافة عند المواطن المصري أن المياه ليس لها قيمة مادية. نهر النيل بيجري ومليان مية ومفيش مشكلة نحمل اللي احنا عاوزينه. هذا الاعتقاد الخاطئ بيؤدي إلى أن تفقد الدولة إهدار مية بلا داعي، عبء على الدولة وعبء على الصرف الصحي. سيادتك موضوع معالجة أو تنقية المية بيمر بعدة مراحل، أولها مأخذ من نهر النيل ثم مروقات ثم مرشحات ثم خزان أرضي ثم طرمبات تدفع في شبكات إلى المواطن. بيضاف عناصر كيميائية أثناء التنقية، عنصرين الشبة والكلور، ودول مكلفين جدا للشركة بالإضافة إلى استهلاك الكهرباء. المية عشان نضمن سيادتك، لأن أنا في رقبتي حرك زي ما قلت قدام ربنا، إحنا لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. في رقبتي 17 مليون أو 20 مليون دول يشربوا مية يرضى عنها ربنا. فعندنا معاه في كل محطة، عندي 12 محطة على النيل سطحية، في كل محطة معمل يعمل 24 ساعة. بناخد عينة سيادتك كل ساعة أو كل ساعتين. عينة كل ساعة عينة. ساعتين. حضرتك إجمالي عينات المأخوذة من شركة مياه القاهرة، أنا مسؤول عن القاهرة فقط لا غير، في السنة حوالي 1,500,000 عينة. يعني 1.5 مليون عينة كل سنة. كل سنة. عشان حضرتك نعمل نتأكد إن المية اللي رايحة المواطن سليمة. سيادتك بتقرأ أو بتسمع تلوث مية في حتة مية غير مطابقة للمواصفات. أنا بتكلم عن المية اللي طالعة من محطاتنا حضرتك مطابقة 100%. وزارة الصحة بتراجع عليا، جهاز البيئة بيراجع عليا، كل ده، لكن اللي قبل دول كلهم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. العينات بتؤخذ وتحلل، ولو كان في أدنى شك في أي عينة
بيصحوني من النوم ولا عندي اي مشكله. نعالج اي مشكله موجوده بالذات في جوده الميه. فكل محطه فيها معمل بالاضافه الى معمل مركزي يراجع عليهم كلهم بالاضافه الى معمل مرجعي للسكرين الثالث موجود في شبرا الرخيمه على كل محطات الجمهوريه. فمستحيل تعدي عينه من المحطه غير مطابقه للمواصفات. زائد 14 معمل متنقل على سياره نصف نقل. عليها كيميائيين مختارين بما يرضي الله لا وساطه ولا غيره. ناس اكفاء تطلع لو في شكوى نوعيه عند اي مواطن وانا تليفوني متاح والحمد لله القاهره كلها تقريبا تعرفه ويصحوني من النوم. لو اي شكوى نوعيه ريحه او طعم غير مستساغ او خلافه بنبعت المعمل لنهايه الشبكه عند المنزل او العماره او الفيلا ياخد عينه ويعمل تحليل المواطن وهو واقف لان معاه جهاز في العربيه ويطبع له برنت تشيت فيه كل حاجه. طيب ده ما يتم الستة ونص مليون متر مكعب مليون متر مكعب دول بقى بيكلفونا ايه ولا بيعملوا ايه؟ هو فندم المتر بتكلف على الدولة حقيقة بلا أرباح أو خلافه 160 قرش 100؟ اه جنيه و60 قرش ده المتر المية؟ اه متر المية 160 قرش اه المواطن بيشتري حضرتك المواطن طبعا حضرتك تحديد سعر المايه ده موضوع سيادي احنا مالناش دخل فيه لا يعني حاليا انا لكن اسعاره سيادتك من استهلاك من 0 ل 10 متر مكعب ب 30 قرش من 0 ل 10 متر مكعب 30 قرش ومن 0 ل 20 ب 70 قرش ومن 0 ل 30 ب 105 ومن 0 ل 40 ب 135 فوق ال 140 متر مكعب ب 155 قرش يعني حتى اللي فوق 140 ده ما وصلش لسعر التكلفه الحقيقي اطلاقا يا فندم. بتتحمل الدوله عبء عن المواطن احنا لا نمن عن المواطن. المواطن انا وسيادتك وكل الناس وكل المصريين لكن ده اللي بيحدث بالفعل. طب ما تيجي بقى يعني ايه نشوف المساله نرجع المساله هل لازم انا احس ان البتاع ده بفلوس ما هو خلاص ميه من الحنفيه والنيل نص من الحنفيه والدنيا حنفيه فانا مبلط هل انا عشان حاسس ان المساله وممكن يبقى البيت كله ليه عداد واحد والكلام ده كله فبطرطش ولا لو انا حسيت ان انا بدفع فلوس هل يمكن ده اني اقلل في الاستهلاك على الاقل وشويه لان احنا الاستهلاك اصلا اللي بيستهلك ميه ده ما يروح عشان الصف الصحي عامله مشكله ثانيه ايوه دي نمرة 2 نمرة 3 صح احنا عندنا اصلا مشكلة في المية يعني شوية لو احنا بنقلل المية دي تروح للزرع طيب بالتأكيد ما انت حضرتك المية بتاخدها بتديها لنا في الحنفيات وبنهدرها احنا بنزلها في الارض اللي فيها بنرش بيها الشوارع ما احنا فيصة بقى والكلام ده كله طب ما كانت تروح هي للاراضي الزراعية اللي محرومة من المية في النيل اصلا يعني ولذلك قلت حضرتك في البداية خالص اعتقاد الخاطئ ان المياه ليس لها قيمة مالية او مادية اعتقاد خاطئ لكن وما كان الله إلا أن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي كل شيء في الوجود في حياة طبعا في مية من حشرة الإنسان سبب وجوده مية طيب الـ في الإطار ده ما هو أنا كنت بتكلم برضو على جزء ما هو أصل جزء من مشاكلنا فضل. إحنا عندنا في مشكلة أكبر لا وراء استهلاك المية وراء استهلاك أي حاجة ودول يشربوا النيل كله تعداد النمو البشري بتاعنا أيوة. احنا النمو البشري بتاعنا والنعمه الشريفه كلها كام سنه هيشربوا الميه بتاع النيل كلها ولا هتلاقي سيادتك ولا هيبقوا محتاجين المكان بتاع سيادتك ده خالص لا احنا في الزياده بتاعتنا هي اكتر في العالم كله لما في قطاع التعليم الولاد اللي داخلين المدارس في المرحله الابتدائيه في سنه اولى ابتدائي قد الولاد اللي اتخرجوا من سنه ثالثه ثانوي اللي داخل قد اللي خارج في توازن معادله محسوبه معادله نعم فما بيحتاجش يبني مدارس احنا بنزيد في كان من سنه كده كنا بنزيد في كل سنتين واحد دلوقتي انا بعتقد في الثانيه بنزيد ثلاثه دلوقتي يعني انا على البرنامج ما بيخلص في الساعه ونص يكون زدنا على ما يجي يبني مدرسه هتتبني في سنتين هيبقى هو محتاج اربع مدارس لان في الحته دي في اللي زادوا نعم ما هو الزياده بقى مش هتلتهم مدارس بس وهتلتهم الميه بتاعت سيادتك اللي بتعملها وهتشغل الطرق
وهتشغل المستشفيات، فتكتشف ان احنا لو قعدنا نبني مدارس وقعدت تعمل سيادتك تعمل محطات ميه وقعدوا يعملوا ما اعرفش ايه ويعملوا مستشفيات مش هنوازن. ده احنا لو اخترعنا زرعه بنزرعها الصبح وتطلع لنا محصول بعد الظهر مش هتقضي في الزياده دي. مين اللي يقدر يوقف ده؟ العلماء الدين. ما مظبوط. مين اللي يقول انت تعالى شوفهم بقى في على الميضه كده وهم بتوضوا. ويعني انا ما اعرفش حضرتك، انت اكيد حضرتك عارف انا من الفلاحين وعارف. وانا فلاح فين؟ شفتوا بيعملوا ازاي؟ وعمال يطرطش في نفسه وعمال يغرق في نفسه ويعمل على نفسه كده، هو في ايه؟ هو رايح سيادتك يقف بين يدي من؟ يدي الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم على اللسان في القران الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتوضا بحفا الميه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بحفان ميه. بحفان ميه. ولما قابل احد اصحابه في يوم بيتوضا ويهدر في الميه فقال له لا تسرف في الماء. لا تسرف في الماء. فقال يا رسول الله افي الماء اسراف؟ قال ولو كنتم على نهر جاري. ولو كنتم على نهر جاري. يعني بيتوضا ويشيل ويحط ماء فيه. برضه هو لابد انه يقتصد في الماء. يقتصد فيه. مش بيرميها في الارض. مش بيرش بها الشوارع يا فندم. مش بيغسل بها عربيات. سيادتك تعلم ان كل عربيه بتغسل بميه بخرطوم بوصه او ثلاث ارباع بوصه بتاخد ثلاث ارباع متر مكعب ميه واحيانا متر مكعب. متر مكعب يغسل 20 سياره على الاقل. وبعدين البواب بيسيب الخرطوم مفتوح على بعد 20 متر من مصدر الميه بطول الخرطوم. لا مش مهم اصل الموضوع ما هي بلاش بقى في الشارع. مش صعبان عليه يروح حتى يقفله لما حد يطوق العربيه. لا ما يمسبوش، يسيبه مفتوح ويستخدم العربيه اللي بعدها. لا هذا اللي يرضي الله. طيب ما هو مين بقى اللي كان يعمل ديت؟ جزء كبير من الثقافه ديت عند مجموعه مننا كان ده المسجد والكنيسه. بالتاكيد احنا شعب متدين مسلم نصيحه. كان المسجد والكنيسه. نعم. فده ما ولنا لما لينا نقول الخطبه ولما اتقال فكره الخطبه ان يبقى الخطبه مكتوبه قامت الدنيا وكان في مصيبه حصلت. رغم ان انا بقول ان الخطبه المكتوبه في العصر اللي احنا فيه ده هو بكتب ليه؟ لان النهارده لان موضوع الميه ده احد الموضوعات المهمه المفروض الشيوخ اللي بيطلعوا على المنابر يقولوها، يتقوا الله في دينهم ويتقوا الله في اللي في فلوس اللي بياخدوها. لما يطلع يقول للناس يا جماعه اللي هم المعلومات اللي سيادتك قلتها، احنا عندنا في لو هو في القاهره يقول لهم احنا عندنا في القاهره هنا شركه الميه في 12 محطه ميه. ال 12 محطه ميه دول بيطلعوا 6 مليون و500 الف متر مكعب. المتر المكعب بيكلف 160 قرش. الميه دي عشان نعملها بنجيب شبه بكذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا. لازم الارقام دي مش هيقدر يحفظها، هو يكتبها. دي الخطبه المكتوبه. يرتجل بقى هو لما يقول الحديث اللي سيادتك قلته الرسول قال له في اسراف في الماء. نعم. قال له لو على مهر على نهر جاري. نعم. يبقى هذه خطبه. يبقى دي يبقى رجل الدين هنا يبقى راجل بيعمل لدين يعني يعمل ده وربنا هيرضى عنه وهيفتحها عليه. نعم. اما انهم عمالين يكلموا لي من ما بيتكلموش في اي حاجه حياتيه حاليا. نشوفهم كلهم حضرتك. نعم. ما يتكلمش ابدا في ده يا فندم. بيكلموا لي في حاجات كلها من 700-800 سنه. يا عم قول لي على حاجه من مشاكلنا دلوقتي. مشاكلنا هل يعقل هل ربنا هل الرسول لما قال اباهي بكم الامم هيباهي الامم بعيال فقرانه بعيال مكسحه عندها لين عظام؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ده ربنا بيقول قوه ايه؟ ما هي قوه البدن وقوه العلم وقوه كذا وقوه كذا. لما يجي موضوع زي الميه دي يتكلموا فيه، الكهرباء يتكلموا فيه، ما لازم حاجات مكتوبه عشان الارقام. لانه لازم الشيخ يتصل بسيادتك كراجل المسؤول عن الميه ويعرف ارقام منها، فلما يقف على المنبر يفهم الناس، لان هو ده جزء كبير جدا من ان ده الوعي. هما حضرتك الاسراف في كل شيء غير مطلوب. في اي شيء استهلاكه. لو لا قدر الله واحد بيتناول سكريات كتير، ايه اللي هيحدث؟ هو اسراف، ايه اللي هيحدث له؟ بيتناول بروتين كتير، ايه اللي هيحدث له؟ يعني احنا بس نمشي تبع السنه اذا كنا بنحب ربنا صحيح وبنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لان سيادتك لو دخلت مسجد فيه 1500 مصلي ودي موجوده في القرى كتير و2000 مصلي وسالت ال2000 مصلي كل واحد فيكم بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتخلف واحد. في حد يقول مش هيحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تمام. كله هيقول طب تعالى يا حبيبي انتوا كلكم مخالفين للي الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمله. كان بيتوضا بحفان ميه. مين فيكم توضا اليوم بحفان ميه؟ حط كده وعاء بلاستيك تحت الحوض شوف هيتوضا بكام؟ 20 لتر ميه. ما هو يا فندم
ما هو ده ما فيش، لان ان الساده انا ما اعرفش هل هي مساله هي صدفه ولا هو عمد ولا هو الله مؤاخذه جهل، انا ما اعرفش الحقيقه، ما دخلتش في صدور. انما فكره ان لا يقوم المسجد او يقول له اهم حته انه يتكلم على اي حاجه حياتيه، دي حاجه عليها علامه استفهام حقيقه الامر. مين اللي قال للناس على السنه الصحيحه بتاع سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. مش هم دول؟ نعم. لا هم بيتكلموش في ده، بيتكلموا حاجات تانية اللي تصنع الجدل واللي تصنع الخلاف. خلينا في الميه يا فندم، خلينا في الميه. طيب ال 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 احنا دلوقتي سيادتك مسؤولين عن تطلعوا الميه، ومسؤولين التوصيل ده بتاع حد تاني؟ لا انا مسؤول عن التوصيل برضه المواسير دي. عندنا حوالي 9 مليون متر طولي في القاهره. 9 مليون طولي؟ 9 مليون متر من نص بوصه الى اللي هو الحراك ال 15 مللي لحد 1800 مللي اللي هو المتر و80 سم يمشي فيها الراجل اللي يمشي فيها الراجل الكبيره دي. ودي غاليه فن غالي. طيب النسبة قد ايه؟ انا بستهلك متر مكعب في اليوم، النسبة اللي تروح للمجاري قد ايه واللي بتروح بقى في الشارع بتاع قد ايه؟ عنده حسبة ايه؟ هو هاك المفروض المقنن المائي للفرد حتى المعدل العالمي ما يزيدش عن 180 200 لتر في اليوم الفرد الواحد. كم يا فندم؟ 200 لتر 200 لتر في اليوم. يعني هاك لو أسرة مكونة من 5 أفراد تستهلك متر مكعب واحد. متر مكعب واحد؟ واحد، متر في متر في متر. الأسرة دي بتستهلك مش أقل من 5-6 متر دلوقتي حاليا. هل ده يرضي الله؟ اما في حاجات في الشقه نفسها داخليه وقد لا يراها. النقطه فنم الواحده، حضرتك بتقول لي بتعمل متر مكعب في اليوم. النقطه لا على على مدى شهور، شهرين ثلاثه تعمل متر مكعب. النقطه لو احنا بنقط نقطه في الاضاءه دي ما بالنا يعني في حاجات كومبينيشن. لا لا ما هي نقطه على نقطه، ما احنا على نقطه على نقطه يعمل له مليون نقطه في اليوم. المصالح الحكوميه فيها كم حمام بايظ. انا تطوعت في رئيس الشركه ومسؤول عن كلامي اساهم في اصلاح هذه الحاجات حتى منع الاهدار. مش مشكله، ابعت عندي فنيين بادواتي يساعدهم. عبد اللطيف ابو رجيله لما كان عنده شركه النقل بتاعته كان عنده مفتش اسمه مفتش مطبات بيمشي قدام الخطوط بتاع عربياته، لما في طب هم اللي صلحوه لان عربيته لحبوش هيستنى بقى المحافظه والكلام ده كده. فانت حضرتك اللي عملته طبعا ده شيء رائع. عندنا سيادتك المدرسه الفنيه برضو دي جت يعني باي ذا واي فيها طلبه ممتازين بنجيبهم ناخدهم من اعداديه نربيهم. المدرسه بتاعتكم فني سباكه؟ بتاعنا فني مياه وصرف صحي بتاع ميه كلها دي. كلها ميه وصرف صحي. تخرج تلميذ فني محترف. بيقعد قد ايه كام من سنه؟ 3 سنوات فني عندنا من اعداديه لثالث سنه، وبعضهم بيجيب مجموع كويس جدا بيخش هندسه، وانا بشجع هذا. دي تبع شركه المايه؟ تبعنا فني، انا رئيس مجلس اداره المدرسه. المدرسه فيها كم طالب؟ فيها السنه اللي فاتت كان فيها 40 طالب والسنه دي ان شاء الله طالبين 60 طالب، زودنا عدد شويه. طب اقترح على حضرتك فكره؟ اتفضل يا فندم. طب ما نعمل دي ان كنتوا تعملوا لان ده ان احنا دلوقتي عندنا شباب كتير جدا واقف بيبيع على طريق زراعي وعلى الطرق ذره. بقت مهنه انه يبيع ذره ما او يبيع مش عارف صوبيا او يبيع مناديل او يعمل اي حاجه. طبعا بعد شويه الامير يعمل اسره هنخش في المتاهه. ما تيجي سيادتك نعمل يعني عند مكان في المدرسه دي جزء تاني اننا ندرب الولاد على 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 سباكه، يعني نبتدي نصنع له مهنه لان دولاب المعمار محتاج الاف الايدي العامله في مصر على فكره. عندنا عجز جامد جدا. فحضرتك في الجزء الفني ده ما دام وصلتوا للمرحله بتعملوا الحاجات المتخصصه دي، ما تساهموا ان كنتوا الولاد اللي دول تيجي يتعمل يتدرب في ده مقابل تتحملوا ده لوجه الله، وبتطلع واحد ما كانش عنده مهنه هتعلمه مهنه. نعم. هل اسعد حضرتك لان انا عارف مدى مطونتك ابراهيم بيصرح. انا اقول يعني لا ابالغ، انا عارف سيادتك راجل وطني وظابط جيش، انا كنت ظابط جيش. ف العيال او اولادنا دول ما شاء الله مدربين على كل حاجه، وبنديهم شنط عده جاهزه مجانا لتدريب على السباكه، وبيطلعوا في الاماكن اللي قلت عليها. اي مكان يطلب نديله فريق عمل يصلح بلا مقابل، ومعاه شنط العده بتاعتي الفني بتاعي بلا مقابل. وكرمت بعضهم وديته مكافئات كويسه جدا الاوائل عندنا. طلع عندي 2 أوائل على الجمهوريه كلها. بسم الله ما شاء الله. لا انا عايز تفرح. عايزين نعلم من الناس التانيين دولت نشوف الفكره، يعني حضرتك ادرسها خلي الساده المتخصصين يدرسوها. ان ما انت عندك اولادنا دول حضرتك اللي في افندم انا شايف انهم
دول بيروحوا في اي حته دلوقتي يعني في مشاكل بتصلح ببلاش عشان ترحم نفسك انت يعني. بضربهم دلوقتي على حساب الشركه. على حساب الشركه. طالب سيادتك بيكلفني في السنه 5000 جنيه. طالب واحد. مدرسين وكتب اتوبيسات انتقال وهكذا. لكن مش خساره. طبعا. بربي فريق متخصص في مهنه متخصصه. مش اي حد يشتغل فيها. لا لا ومهنه لا تندثر. لا يعني انت عندك ده انت النهارده وده النهارده ده كده وبعدين في الاول وفي الاخر انت اللي بتعمله ده كله عشان بتشتري بتحاول تقلل بس التجربه هايله وفكره هايله الحقيقه. القبضه الحقيقه شيك قبضه هي شيك الام لينا راسها راجل محترم فاضل المهندس مدهر حسلان ومعاه الدكتور احمد معوض الدكتور صلاح بيولوا المدارس دي اهتمام شديد الحقيقه. احنا عندنا اكتر من مدرسه. عندنا اكتر من مدرسه. يعني اكتر مدرسه في بنشوف مدرسه وفي في المنوفيه مدرسه وهكذا يعني كل منطقه في مدرسه بتجمع معاها اربع خمس شركات. هو الولد ده بيخش بالاعداديه. اعداديه. ويقعد مع حضرتك وبتدي له انت دبلوم. واديله دبلوم فني عندي. حضرتك في الدبلوم الفني. وربنا يهديهم بتوع التربيه والتعليم موافقين يعني. ما احنا المدرسه اسست بموافقه وزير التربيه. يعني لغايه دلوقتي موافقين يعني ربنا يهديهم يا رب. يا ريت بقى نفتح فصول للعامه التانية اللي هم ما معهوش شهاده ما درسش اعداديه وما عندوش مهنه واحنا مش هينقذ مصر ان نعلم مهن ومن اهم المهن السباكه ده هيبقى شغال لانه يا اما هيشتغل في تاسيس يا اما بيشتغل في اصلاح في بعض الفنيين الممتازين المميزين بنطلعهم تدريب بره في الخارج اوروبا فن مقامه وامريكا على الفنيين طبعا محترف مهنه طبعا اللي شفته انا في المانيا في افريقيا والمنطقه العربيه كلها في حاجه للايدي العامله المصريه متخصصه في كل المجالات طيب طيب انا النهارده انت حضرتك قدام حضرتك هنا شاف اللي قاعد هنا مبسوط زي ابو الكيف لابس البنطكوره اهوت وعمال بيرش ميه بيغسل الحجر يا فندم لا ما بيغسل الشارع هو الراجل بيغسل الرصيف وال طيب ما انا النهارده مش عارف احنا في جزء منها دين يعني هنقول لهم النهارده انتوا لو بتحبوا رسول الله ده ضد القلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو انت ده جزء منها دين في حقيقه الامر والجزء الثاني منها عايزه محتاجه سيادتك احنا ان احنا نتكلم نفضح الناس يعني انا النهارده اهو ده بيغسل البتاع بتاعه ده اهو ده اللي بيدفع له ضريبه ولا بيدفع له نيله ولا على اصلا ليه اللازمه والمفروض يولعوا فيه اصلا ويشوف عمال مش عارف في سيادتك الحمد لله دلوقتي بتعليمات من الهيئه السيد اللي هو القائم بالاعمال المحافظ القاهره كل سيد رؤساء الاحياء 30 رئيس حي بعت لهم خطابات للتنسيق بيننا وبينهم تفعيل موضوع القبض على الناس دي او على الاقل جمع الخراطيم اللي بيعملوها بقى سيادتك شفت الخراطيم اللي جمعها عدد فني مهول باطوال مهوله على الاقل بنجمع طب عندي اقتراح يا فندم اتفضل زي ما حضرتك كده لما لقيت ان الحكومه تحديدا عندها ممكن تبقى عندها حنفيات وعلى ما يعملوا اعتماد ويبعتوا مناقصه ويعملوا بتاع ممكن تكون خدوا لهم يجيب لهم متر ميه والمستشفيات الحكوميه يا فندم ها كل الحاجات يعني خاصه فحضرتك عملتوا مدارس عشان تطلعوا فنيين يصلحوا ده ببلاش على حسابكم مش كده ولا انا ويشتغل مع عندي برضه في الشركه ما انا فاهم يعني بيشتغل عامل وهكذا فعملتوا ده عشان تعمل طب ما تيجي نساعد النهارده في حتت كتير في مصر اللي هي البيوت اللي فيها جناين وحته زي المعادي وزي حته كانت حدائق حلوان وفي مصر الجديده ما تيجي لحضرتك النهارده نشجع فكره ان هم يدقوا الترومبه الحبشي دي هتوفر كتير وكان في حتت زي المعادي زمان كانت الميه لما كانوا الجناين بتروى بالميه العكره اللي كان في خط عكر موجود حاليا لحد الان بس مش شغال يعني بس في المعادي كانت قنوات زمان ولا وقف خلاص يعني بصوره او باخرى ما تيجي ننمي دي ونعمل لها حاجه بتدرس فده هيخفف عنكم شويه يا فندم. يا فندم انا تحت امر اي مواطن وسعادتك تحديدا من منبر سيادتك ده نساعد فيه ما هو مطلوب. لا يعني تدرسوا الفكره وتقول لهم طيب لو ده تعمل كذا وتعمل كذا عشان كذا يعني تدرسوها ونعممها واصل ممكن هو يبقى هم كل اثنين ثلاثه يشتركوا وساعتها يبقوا عايزين بقى يرشوا الشارع يرشوا البتاع ممكن تدرسوا هل ده هيأثر على المياه الجوفيه ولا لا يعني انا عشان في حاجات انا مش عايز افت فيها يعني هو حضرتك بس اللي بيبقى احنا بنخشى من حاجه واحده هي فكره جيده جدا لو استخدمت في مجالها
لا رش الغسيل بنخشى ان حد يشرب منها. لا ما هو بقى يبقى نقول لهم بقى هيك بس، لكن يبقى سؤال يعني في الري او في غسيل سيارات، لانه ممكن طرمبتين ثلاثه زي دول ممكن ياخدوا شارع كله، ده اللي اقصده. يعني ممكن يحلوا مشكله شارع محل شارع، ممكن ان حتى ساعتها بس بالقدر بقى لان ده هيبقى قادر يعني قادر يعمل، تبعت لهم الناس اللي عند حضرتك ده فهو ده طرمبه هنا، فانا بمد لها مواسير من هنا وادي لها من هنا ويعملوا لها عداد ويبقى بتقسم عليهم كل مثلا، يعني هم يتصرفوا مع بعض بس انا بساعده. نعمل لهم تصميم بلا مقابل، انا عندي اداره للتصميم والتخطيط على اعلى مستوى. طب خلاص يبقى، ومعايا استشاري من جامعه عين شمس استاذ دكتور. يبقى هو اللي عايز بقى يرش ويبلبط في الشارع ممكن يكون كيف، ممكن يكون الدكتور كاتبها له، يعني انك ترش كل يوم ساعتين اهدر ميه، الا بقى لو كان الدكتور كاتب له لازم تكون ميه الحكومه، ده موضوع ثاني يعني. طيب المواسير يا فندم عمرها قد ايه في التغيير؟ كان عندي سيادتك وما زال مواسير بقى لها 100 سنه. انا عارف مصر الجديده كلها من ايام الانجليز. انا عارف سيادتك الرقم يعني قد لا يعني يستوعبه بعض الاشقاء يعني من المواطنين، لكن كان في عندنا سيادتك ثلاث مواسير تحت محطه مصر مر عليهم 100 سنه. 100 سنه. والمشاكل كانت موجوده. بس ما كانش حد عايز يقطع الموضوع. كان معايا رئيس مجلس الاداره السابق مهندس محمد الرحمن الله يمسيه بالخير، خدنا قرار لازم نغير لان هيحصل كارثه في محطه سكه حديد مصر. هيحصل؟ كارثه في محطه اسفل محطه سكه حديد مصر. ثلاث خطوط 800 مللي جاي من شبرا بيغازوا الظاهر. ده مسارهم. بقى لهم 100 سنه. تاكلهم بالتاكيد خلاص. التسرب اللي فيهم ممكن يعمل هبوط تحت سكه الحديد يضيع قطر سكه يا لهوي. محدش شايف حاجه. ده على عمق مثلا 15 متر تحت الارض. ده ما استشعرنا الخطوره، قدمنا طبعا حد يساعدنا ولا حد يساعدنا. باي مبالغ. خدنا قرار والمشروع يدرس. المشروع حركي يدرس. لما حبينا نعمله على كوبري الليمون محافظه القاهره قالت لا ده شكل مش جمالي والعمراني تحت عمراني اعترض على الموضوع. بحثنا عن مدار بديل، المسار كان ماشي جنب ورا السكه الحديد وفي نفق شبرا وطلع الناحيه الثانيه. استبدلنا ثلاث مواسير بماسوره واحده 1200 مللي استوعبت الثلاثه، ومن فضل الله لا انتظرنا كارثه حصلت ولا توجيه من حد، لكن استشعار من عندنا ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. والمشروع تم بلا ضجيج ولا حاجه، مش عايزين ضجيج عشان الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. فبعض المواسير اللي هي سيادتك القديمه جدا اللي عندنا جميع المواسير والشبكات دلوقتي من فضل الله مرفوعه بالجي اي اس عندنا اداره، قطر الماسوره نوع من الخامه بتاع الماسوره ماتيريال بتاع الماسوره، طول الماسوره قد ايه، من واقع هذه الاحصائيات الجيده بنقدر نحدد الماسوره اللي هي عمرها قد ايه. طبعا في كتير عمره افتراضي انتهى. طيب معلش بس بنحاول وقتنا انتهى ومضطرين نطلع على هوا. انا بشكر حضرتك سيد المهندس مصطفى الشيبي رئيس شركه مياه القاهره العضو المنتدب، بشكر حضرتك جدا وربنا يقويك ويعدوا لك ميزان حسناتك. امين يا رب. وربنا يقويك علينا وعلى رش المياه اللي بنعمله في الشوارع. امين. انا بطمن الناس على جوده المياه واحفادي بيشربوا من المياه ديت، ويعلم الله ولا ما عدنيه ولا حد. الحمد لله. الحمد لله نحمد الله. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. بشكر حضرتك وتصبحوا على خير، ونلتقي بقى بعد اسبوع الاجازه ان شاء الله عشان ما تنسوش. تصبحوا على خير.